بسم الله، السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم صابلي لي روس، ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه لعشاق الشوكولا. نبداو على بركه الله. بسم الله. لهنا عندي 250 غرام زبده بحراره الغرفه، ماذا بكم تكون طريه، ولا كانت في الفريجيدان نجبدوها قد ما تطلق روحها شويه وتخدموا بها. لهنا راني درت 250 غرام. نجيبو لهنا صفاية، نديرو تلت مغارف تاع السكر الكراسي، السكر الناعم، ماذا بيكم تغربلوه. نغربلو لهنا السكر تاعنا ونروحو نديرو تانيك نخدمو السكر مع الزبدة. لابغيتو ديرو بالباتير ولا بالفوي، أنا ندير غير بسباتيل، ماذا بيكم نكون طري ينخدم لكم مليح. لهنا عندي زوج حبات تاع ولاد الدجاج، ندير حبه كامله وصفر ونخدمو الزبده مع السكر والبيض ولاد الدجاج، بيض ولا ولاد الدجاج كيما تبغوا. نخدموها مليح. نجيب لهنا جوج مغارف تاع الكاكاو، ماذا بكم الكاكاو تاعكم من يكون شباب. نغربلو تانيك الكاكاو تاعنا ونخدموه. لهنا عندي جوج مغارف تاع المايزينا تانيك، ونغربلوها كيما غربنا الاولين. هذا الحلوى قلت لكم تجي بزاف بنينه وتجي مليحه، تدا المناسبات ولا الافراح بنادم تكون عندكم تجي بزاف بنينه. ولي يبغوا الشوكولا بزاف تعجبهم بزاف هاد الوصفة مع بالكريمة وكاع تجي بزاف طرية. لهنا عندي ليستخي تاع الكراميل، ولا عندكم لا كان عندكم تاع الشوكولا تاني كيجي بزاف بنين. نخدمو الماء العجينة تاعنا، نخدموها مليح، من بعد نضيفو الفارينة. تبغوا تخدموها بالباتير ولا بالفوي ولا بيديكم كيما تبغوا. لهنا درت الفارينة، ندير غير بشوية، أنا الفارينة لهنا راني مسيحتها، راني مغربلتها تما. هذا الحلوى تاعنا ما تجيش ما تجيبسيهاش بزاف، تجي طرية. نكملوا العملية تاعنا ونضيفوا خطا خطرة الفارينة، ما تنساوش مغرفة صغيرة تاع الخميرة. دروك نديرو المغرفة تاع الخميرة. لهنا نزيدو الفارينة، نديرو غير بشوية الفارينة تاعنا، نديرو مغرفة صغيرة تاع الخميرة تاع الحلويات. مادا بيكم ما تعجنوهاش هاد الحلوى، لمو غير بالاصابع تاعنا. شوفوا لهنا لميتها غير بالاصبعين، جات لهنا الحلوه تاعنا تجي طريه، ما تجيش يابسه. نجيبوا لهنا شكاره لهنا ولا بابي سيلوفان، نغلفوها ونديروها تريح قد ما تقبض روحها ونخدمو. لهنا من ريحة النوكاع نجيبو لهنا الشكارة اللي عندكم ولا لهنا هدا بابي كويسون، نقسمو العجينة تاعنا بين زوج ونشكلوها. نديرو لهنا هدا الورقة بين زوج، نجيبو الحلال تاعنا ونحلو الحلوة تاعنا. ما تشكيل كيما وما تبغوا، دائره ولا قلوبه تانيك تجي هي، ماذا بكم ديروها دائره تجي شابه بزاف. اسمحوا لي. نجيبوا لهنا هذا المول تاع الصابلي ونديروها دائره. نجيبوا هذاك المول هذاك اللي يكون صغير،
ما تانيك ما ديروهاش غليظه، ديروها شويه مليحه باش تجي الحبه مع الحبه وتجي مليحه. شوفوا كي جات لهنا، دروك نكملها ونديرها في السني تاعنا. هذه الحلوه ما تاخذش الوقت بزاف في الكوشه، وكل واحد والكوشه تاعها، كل واحد ويعرف الكوشه تاعو كي طيب. لهنا راني كملت، راني دخلتها الكوشه طيب لنا. لهنا عندي دهنا الزبده هذيك اللي بقات لي، راني درتها ودرت لهنا السكر كلاصي. نخدموا الكريمه تاعنا، درت واحد جوج مغارف هكا تاع السكر الكلاصي، وراني نخدم في الكريمه تاعنا. لهنا جبت باتور، تكون لهنا الزبده تاعنا ولا المارغارين تكون طريه تساعدكم في الخدمه. السكر نديرو غير بشوي، هذا كريمة الزبدة تجي طرية وتجي مليحة. لهنا الزيت راني ندير غير بشوية، عندي ربع تاع كاس تاع الزيت، بصح ما نديرهاش كامل، ندير غير بشوية. راني ندير فيها غير بشويه كيما اللي نخدموا المايونيز. راني ندير غير بالمغيفه غير وحده وحده، وندير هاك المايونيز هي ونخدموها باش تجينا رطبه وتجينا مليحه. راني كملت لهنا كاع الزيت اللي بقات لي، درتها كاع ونخدمها. لهنا عندي الشيكولات راني نقطعها باش نديرها الدوب. ندير الشيكولا تاعنا الدوب في حمام مائي. شوفوا لهنا كي جات، ما جاتش غليظه وما جاتش رقيقه. نجيبو لهنا الكريمة تاعنا اللي خدمناها، نعمرو لهنا الصابلي تاعنا، ندير الحبة مع الحبة، نسقمو لهنا كاع الشفايف لهنا باش تجي الخدمة تاعنا نقية وشابة. نكملو لهنا كاع الصابلي، من بعد نروحو نزينوها بالشوكولا. هاد الحلوى قلت لكم تجي بزاف مليحه وتذوب في الفم. رانا كملنا لهنا بالكريمه، نروحو دروك للكلاصاج، نكلاصو لهنا الصابلي تاعنا بالشوكولا اللي درناها الدوب. لهنا دوبت الشيكولا ودرت لها مغرفه ولا زوج تاع الزيت باش تعطينا لمعان وتجي شابه. نكملوها لهنا في الكلاصاج تاعنا. ماذا بيكم نديرو هاديك الشيكولا اللي تكون نوعية تاعها شابة ومليحة كيما تاع التاج ولا تجي بزاف مليحة. لهنا من الحلوة تاعنا نشفت من هاديك الشوكولا تاعنا، طليت شويه فتحها بالمعجون، ولهنا كان عندي شويه تاع الكاوكاو محمص ومطحون، مادا بيكم يكون شويه مدشش، ونديرو شويه فتحها زينوها كاع.
لهنا رانا كملنا الحلوه تاعنا، نقسم لكم حبه ونشوفوا كي جات من الداخل. ومن الفوق راني درت خطوط تاع الشيكولا، هذاك المقطع رحلي، شوفوا كي جات طريه، جات ما شاء الله، جات تذوب ذوبان في الفم. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها وتقولوا لي كي جاتكم. شوفوا كي جات، درت انا خطوط هذاك من الفوق، قلت لكم المقطع تاعها رحلي، شوف جات ما شاء الله وجات بريزونطاب. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد، والسلام عليكم.